أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما صار عذبا مسلسلا وسميت وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه معملا وألفافها زادت بنشر فواعد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجول فأخضلا أمين وأمنا للأمين بسرها وإن أثرت فهو الأمون تحملا. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. A satin da ya wuce mun yi bayani akan innal ladina kafaru sawa'un alaihim ba anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, baka ce innal ladina kafaru guda nawa ne? Guda 18. Yau ga ni khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim alqurani guda 5 ne. Na farko khatama Allahu ala qulubihim وعلى سمعهم ولا ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سينبيو اتكين سورة آل عمران. الله يقول لك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخرة ولهم عذاب عظيم. سينبيو الله يقول لك اتكين سورة النحل. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سينهم الله لا تشوى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. سينك الشيء الله لا تشوى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وذلك جزاء المحسنين. وذلك جزاء المحسنين. وذلك جزاء المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرش الحروف سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيظ ثم جيء يشموها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت كان راويه أنبلا وهاه وبعد الواو والفاء ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر عن كل من له. Amen.